كريم خالد، عندي 19 سنة. اسمي محمد آدم محمود، سني 24 سنة. أنا اسمي ميدا، عندي 18 سنة. جربت إحساس إنك تعيش زي العصفورة وتعيش جو مغامرة محدش غيرك بيحس بيه؟ أكيد الموضوع مش سهل، بس فعلا يستاهل. الفكرة مش فكرة سواقة عجل وبس، الفكرة إنك تحط هدف قدام عينيك وتقدر توصله. بسبب حبي للسفر بالعجلة كان العجلة شعور ايه؟ شفت لما تبقى طائر العصفور وهو طاير حر في السماء، هو ده شعورك انت ماشي بالعجلة في وسط بنات كبيرة. بالعجلة انت بتمشي بسرعة متوسطة بس عالية سريعة زي العربيات، القطر بتعدي قدامك بالعجلة تعرف تصوريها وتاخديها وتشوفيها بكل متعة. أصعب حاجة في السفر إن معظم الطرق في مصر مش موحدة قوي، ودايما بيبقى فيه هواء، مثلا عشان مصر دوله صحراويه فالهواء فيها بيبقى كبير ومعظمها بطاله. غير كده ان مفيش مثلا مواصلات او ان البطولات مثلا مفيهاش مكان مخصص للعجل والحاجات دي. المسافه الصراحه بتكون برضه مسافه ساعات بتبقى طويله شويه، 600 كيلو و1000 كيلو وكده، بس بنقدر نتغلب عليها برضه ونكون مع بعض. وسط كل الصعوبات دي محدش فيهم وقف سواقة العجلة، فالكلام هنا بيتوجه ليك انت. لما يكون عندك حلم اوعى تسيبه مهما كانت الصعوبات.